في الإعداد إن شاء الله بإذن الله فقرة بقدمها إن شاء الله بكرة جاهزين إن شاء الله بس للتوضيح بس عشان مو بكل مدى يعطيكم العافية يعطيك العافية بقي في مقطع محمد مفرح كان موعدك بشيء هالأسبوع ونقول له وينه إن شاء الله مفرح يسمع وأبشر بسعدك مفرح لو وعد أوفى أبشر بسعد إيه باقي يلا نشوف المقطع يا الربع أبشر أبشر نشوف المقطع راشد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين أنا عندي ثلاث رسائل الرسالة الأولى لمنسوبين قناة الواقع وأقول لهم مشكورين على هذه الجهود الجبار التي بذلتم فيها الجهود والأموال في سبيل إظهار القدرات والمميزات التي لدى الشباب السعودي الرسالة الثانية لابني سعد الغالي وأقول بيض الله وجهك على مثالية الأداء وعلى مهارية التعامل مع زملائك ومع منسوبي قناة الواقع وإلى الأمام وأبشر بالخير الرسالة الثالثة لزملائك في المنافسة الشريفة التي من خلالها لاحظنا التفاعل والتقارب وعدم وجود البغضاء بينكم هذا دل على شيء دل على وجود التسامح والروح الطيبة التي نعهدها فيكم هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب وحي والله هذا الشوفة عن دبلك وانشغلت عنها عشان ترسل لي مقطعك وتكافيني لا أنا ولا أخواني الباقي وحي والله هذا الشوفة ومرحبا بك وابشر والله بسعدك الكلام اللي في الخاطر والله انه واجد ولكن هذا كل الاباء معروفهم على ابنائهم ما لنا فضل لو نقوم معهم ولكن ابوي سووا معي اشياء ما اقول ما سووها الاباء الاباء سووا كل شيء مع ابنائهم لكن ابوي والله العظيم ان كل ما بغيت وكل ما جيت اطلبه الا القى الشيء اللي انا ابي اطلبه القاه عنده قال هذا انا مجهز لك والله لا في موتر ولا في شيء حتى وانا بكبير سن لا انا ولا اخواني والله اني يسعى ورا موضوعنا حتى وانا موظف الله يطول عمرك جعل ربي يخليه لنا ووفقه هذا والد الجميع هذا جعل عمرك طويل هذه رسالتي للوالد لكن بالنسبه للي ينتظروني من زمان من يوم دخلت يقولون وين الشيله سعد وين الشيله الشيله ترى خالصه لها يومين وحنا بيننا ترتيب فقرات وان شاء الله باذن الله بكره بيكون في فقره باسمي انا سعد بن فيصل بيكون في تدشين شيلة الشيلة ما هي باسمي الشيلة عن الأخوة يضرب بها مثل أخواني الباقيين هذولي بإذن الله بكرة الدشة والله لهين جعل عمرك طويل وهذه والله بركات أبو شبيب اللي تبارك علينا وصل صوت وصورة شيباننا وأخواننا جعل ربي يخليك لنا أبو شبيب ويرفع قدرك الحين يا الربع خلصنا المقاطع كم واحد ما جه مقطع بندر بندر أبشر بالعوض إن شاء الله الأسبوع الجاي لأن ما تواصلوا مع فريق دعمك وما تم الرد لكن أبو مفرح يقول أبشر بالعوض الحين خلصنا المقاطع يا الربع خلصنا المقاطع وراح نعرض بعض التغريدات من الجمهور اللي لنا كلنا يلا